أشرف اليوم 5 ديسمبر 2017 بداية من الساعة 10 صباحا بمقر المجلس الشعبي البلدي بمازرعة السادة الأمين العام لولاية مستغانم والسيد مدير التنظيم والشؤون العامة وكذا السيد رئيس دائرة مازرعة وبحضور رئيس أمن دائرة مازرعة وبالتواجد الكثيف لمواطني ومواطنات البلدية. وهذا بقاعة الاجتماعات في عملية حفل التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي المتكون من 19 عضوا وعلى رأسهم السيد بلقيوس الشارف رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد. ولاية مستغانم، السيد مدير تنظيم الشؤون العامة، السيد عميد الشرطة على مستوى دائرة مازرعة، السادة الحضور، السادة أعضاء المجلس الشعبي المنتخب الجديد، السادة الحضور أعيان من مجتمع مدني وجمعيات ومصالح مختلفة للمديريات المختلفة على مستوى دائرة مستغانم، باسمكم جميعاً أرحب بالسيد الأمين العام في هذا الحفل الخاص بعملية تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مازرعة. إذا باسمكم جميعا أرحب بالسيد الأمين العام للولاية ممثلا من السيد الوالي، كما أرحب بالسيد مدير تنظيم الشؤون العامة على إشرافهم على هذا الحفل الرسمي ببلدية مازرعة. وقبل الشروع في عملية التنصيب الرسمي لا بأس أن أحيل الكلمة أو أن نفتتح هذه الكلمة بآيات بينات من ذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. عملا بأحكام المادة 64 من قانون البلدية، نحن اليوم إن شاء الله مجتمعون من أجل تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا المجلس المعقر المملكة على الانتخابات المحلية التي جرت في 23 نوفمبر 2017. ولكن قبل هذا الإجراء لا بأس أن أذكر بنتائج التصويت وهي كالتالي: التجمع الوطني الديمقراطي 9 مقاعد ب2511 صوتا، حزب جبهة التحرير الوطني ب6 مقاعد ب1626 صوت، حركة الوفاق الوطني ب3 مقاعد ب692 صوت، حزب النور الجزائري بمقعد واحد ب399 صوت، بمجموع 19 مقعدا على مستوى المجلس الشعبي البلدي لمسا.
قبل الشروع في إجراء الترسيب لابد أن ننتقل إلى مرحلة إثبات العضوية للمنتخبين الجدد. رجاء تأكيد الحضور برفع الأيدي. بقصارة نادية بن قريش عبد الله بن شعيب يوسف العماري فاطمة زراد ماهر مغالط محمد شارف نورا بن نور القادر بركان بن قعيب الشقطان مروباي مليك مزرق الشارف حجية مديحة مقصارة جويدة بليكي عبد الحفيظ مغالط عبد القادر بن زميل سهام بن يوب تواتي وبعد احتمال النصاب والحضور وعمل بأحكام المادة 65 من نفس القانون القانون البلدية كما تعلمون أنه يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي حظيت أو التي حصلت على أغلبية الأصوات. وبما أن التجمع الوطني الديمقراطي حصل على أغلبية الأصوات نعلن رسميا من هذا المنبر بأن السيد بقيوس الشارف هو رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مسرى. تقفون مثل ما وقفتم اليوم مثل ما جلستم اليوم وتقدموا لنا حصيلة العمل نتاعكم تاع خمس سنوات. لكن الجميع هل كان في المستوى وفي مستوى في 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 مستوى المسؤولية التي ألقت على عاتقه وهل كان في مستوى الثقة التي وضعت فيه؟ لأنه ما هوش ممكن أن نستمر في العمل بهذه الطريقة. كل مجلس يمر على هذه البلدية يعطينا وجدان ماذا قدم يا أولئك هذه البلدية ما قدم ماذا قدم للمواطنين ده. إذن الكلام يطول جماعة الخير، هذه كلمة ارتجالية وأردت أن أقولها لأعبر ما كل ما في وجداني، صدقوني راهي خارجة من صميم الأعماق من القلب بتاعي، لأنه كمواطنين جزائريين يعني ما عمرنا وكنا نتصوروا نوصلوا إلى مستوى وين عدنا نشوفوا بعض المظاهر الغريبة على مجتمعنا. وهذا الإنسان والمواطن الصالح يتأثر بطريقة أو بأخرى. إذن ما أقوله لكم هو يبارك لكم أولا وقبل كل شيء تنصيب الدعكم و نطلب من ربي سبحانه باش يوفقكم ووفقنا جميعا خدمة للبلاد والعباد. صورة ذكرية الرئيس. الرئيس صورة ذكرية.
وسط المصريين. أشكر سيد الأمين العام للولاية والمدير المنفذ، كذلك رئيس الدائرة ومحافظ الشرطة، وأشكر الحضور وإن شاء الله أتمنى أن أكون في مستوى الثقة تاع المواطنين تاع مصر. نطلب منكم ثاني يد المساعدة. واحد من يديروا والو. شكرا وبارك الله فيكم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيده والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، نحن في هذه اللحظات وفي هذا اليوم المبارك حضرنا جميعا لتنصيب السيد بلقيوس الشرف رئيس بلدية مزرة. نحن إخوة الإيمان ندعو الله العلي القدير أن يوفقه إن شاء الله في هذا المهام، وندعو الله سبحانه وتعالى لأمين الولائي إن شاء الله السعادة والتوفيق والحضور. نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ إن شاء الله الأمن والإيمان في هذا البلد. وندعو الله سبحانه وتعالى جميع الحضور ربي يوفقنا ووفقكم، وهذا الجلسة وهذا الحضور تحكم إن شاء الله فيه الأجر وفيه الثواب، واتمنى السعادة ويشافي إن شاء الله رئيس ربي يشافيه ويجعل إن شاء الله الأمن والإيمان للبلاد إن شاء الله، وهذا المسؤولين إن شاء الله نتاع خير إن شاء الله يعينوا إن شاء الله هذا الشعب الجزائري، ولا يجعل ربي يحفظنا ويحفظكم ويتمنى لكم السعادة والتوفيق إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما يرحم الشهداء. كما خصنا رئيس المجلس الشعبي البلدي القديم الجديد لبلدية مزرعة السيد بلقيوس الشرف بلقاء حصري وكلمة وجيزة وحصرية حول مشاريعه وطموحاته المستقبلية لمواطني ومواطنات بلدية مزرعة، فانتظرونا قريبا على قناة رستم.